هاو مش نعطيك، انا ما عنديش فيسبوك. ومشيت البنزرت فرحوا بيا بحكم خبيه، مشيت البنجردير فرحوا بيا، ونعطيك اقرب الناس ليك اللي تو قاعدين يكلموا فيا من فرنسا من المانيا ومن المغرب، فرحانين بيك، فرحانين بي، يقولوا بربي يجيب لنا منير، خلي احكي لنا على المنير. ما عنديش الحكايه، سمعني 24 ساعه كلموا احدى اصحابك، كلموه قالوا بربي 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 تعملش عنا مزيه تعطيني نمر منير. قالوا الا باش تمشي لهم هذوما في فرنسا وايطاليا؟ ما نمشي لهم، تعطيك الفرصه. لا، الحاجه الوحيده عندي في العيد الكبير بالضبط، مشيت لسفاره المانيا، جتني سياره لهنا، قالوا منير، قالوا هذاك طلبتني سفاره المانيا في تونس في اللاكدي، ومشيت لهم وعدوا لي على فعلى الميل الالماني ديكت، وكلموني المشكول جاي للتوانسه في المانيا، حيوا فيا ويسلموا عليه والحمد لله. لو كان ما جيت يكروني، علاش يحبوني؟ مشيت في ما عنديش 10 ايام، مشيت في مشروع اشغال عام، انا بتلوني في الطرقات، مشيت للسليانة، حشمت على روحي، حشمت على روحي لحد اللي فات كيجوا من سيدي بوزيد لهنا لتونس، اللي هذا بجاه ربي اجاني والحمد لله. لو كان جو يكروني راهم سبون، علاش توا كل قناه تقول بربي يجي احنا عدوك العباد يحبوك؟ انا ما عندي حد شيء، باللغه الشرع كسلم ذلك، لا عندي املاك في تونس كما المهربين كما اللي عملوا استغلوا تونس، لا عندي عقارات، ما عندي شيء، انا ديما الكار والمترو والراسكي فيه الولامسين، وحكيت لك اللي والله يعاقبوني. ما كمام انت معناها تقريبا معناها وكانه المواضيع الكل اللي تفهم فيها وكذا، حتى ربما البعض ذي ما عاد من عرام شو نفهم فيها. انا خلف في السياسه ما حكيت حتى شيء، نحكي كان على السياسه، لاني وطني الوضع نتاع تونس من 2011 الى يومنا هذا ما يخليكش تحكي لا على سياحه لا على اعراس لا على مهرجانات. نحكي على السياسه ونطلب باختصار شديد ونعاود نحكي على السياسه، الشعب التونسي بنزرت بنجردان نهار 6 اكتوبر يكونوا حاضرين، نعم، مع قيس سعيد الى الدور الثاني.